وللمزيد حول فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تحياتي لكما ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات اليوم الرابع من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. هذا المؤتمر الذي ينطلق من الخامس وحتى الثامن من سبتمبر الجاري، وتناول العديد من المحاور سواء المجتمعية والطبية بمشاركة كبيرة. وإذا تحدثنا عن المحاور التي أتت في جلسات اليوم، ما بين الصحة العامة والشاملة والصحة الإنجابية، وأيضا عدد من الجلسات التي تناولت الرعاية الصحة الأولية كحجر زاوية نحو التنمية المستدامة ونحو تنمية المجتمعات بمشاركة واسعة وكبيرة ل65 جلسة حوارية، ليكون هذا المؤتمر منصة حوارية كبيرة يشارك بها العديد بمشاركة أكثر من 8000 متحدث ومشارك في هذا المؤتمر، وهناك العديد من المتحدثين الآخرين لأكثر من 270 متحدثا في عدد من الجلسات والورش العمل المختلفة والمتنوعة التي أتت في هذا اليوم الرابع لتؤكد على عدد من الخطط الواقعية نحو العديد من التحديات من بينها السكان والصحة والتنمية، وأيضا العديد من المحاور نحو استراتيجية وطنية تجاه هذه التحديات، وأيضا وضع خطط وخطة طريق نحو العديد من التحديات والحلول في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين مصر وعدد من الدول الأخرى من المشاركين من مصريين وأجانب في هذا المجال. نتحدث عن مجال الصحة، السكان والتنمية. هذا هو مشهد اليوم الرابع، وعودة إليكم.